اللي بالجوار العربي بده يتنفس كان بتذكر يجي على لبنان، اللي كان بده ينشر مقال متقدم شوي كان يجي على لبنان. هلأ للأسف صرنا من وراء ستاتس، من وراء خيارات شخصية، نحن عرضة لاضطهاد وآخر النهار ما في حدا يحمينا. هيدا دليل آخر على فشل هيدي السلطة بإدارة الجمهورية. السلطة لآخر سنتين كانت عم تفرض عدالتها الخاصة علينا، لا سيما من بعد تفجير مرفق بيروت والمقال التحقيق اللي شفناه وتعطيل التحقيق وعدم تنفيذ مذكرات التوقيف اللي شفناه هون. من بعد ما فرضت علينا عدالتها الخاصة، مثل كأن هلأ عم تفرض علينا كمان قيمها الخاصة، وعم بتم إقحام كمان الدين ورجال الدين بإدارة الجمهورية بالبلد. لا تشريع للمثلية الجنسية في لبنان. ويا ريت نفس الغضب أنا برأيي بيتوظف لغير قضايا بالمجتمع. هيدي ظاهرة كمان صرنا منشوفها مرارا وتكرارا، كل ما يكون البلد بوضع فيه أزمات كبيرة كانت مالية أو اجتماعية أو إلى ما هنالك، دائما بصير في استهداف للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، للأقليات بالبلد، مثل كأنه السلطة اللي مش قادرة تتحمل أي مسؤولية أو أثبتت عن فشلها بتحمل هذه المسؤولية، عم بتحاول كمان تحور الموضوع لمكان أو ضد فئات من المجتمع مش قادرين يدافعوا عن نفسهم مثل ما النافذ والقوي بيقدر يدافع عن نفسه. في فترة من السنة بتفوع هيدي الأصوات وبيفوع خطاب الكراهية، هي عادة بتدور أو حول شهر الفخر أو النهار العالمي المناهض للهوموفوبيا، فبهول المطرحين عادة بتعلى الأصوات. وأنا برأيي أضيف لهيدول الأمور، إذا بدنا نحكي عن التوقيت ليش بهيدا الوقت، في هيدول النقطتين، وأكيد أكيد في لوكارت السياسي اللي بيطلع من وقت للتاني إنه هات لنلهي العالم هلأ بغير موضوع، لأنه بتعرفي بالخبز عنا مشكلة، بالكهرباء عنا مشكلة، بالمي عنا مشكلة. نحن هون مش لنغير آراء حدا ومش لنجبر إنه الجميع يصيروا مناصرين، بس نحن كنا على القليلة عم ننادي ونقول إنه ما يصير في تحقير للكرامة الإنسانية وما يصير في تجريم لهيدول الأشخاص، لأنه كلنا منعرف للأسف بالقانون اللبناني بعد في مادة بالدستور اللي هي 543 بعدها تستعمل لتجريم المثلية الجنسية، علما إنه المادة بحد ذاتها ما فيها شيء صريح ومباشر بيحكي عن المثلية. هني البند بيقول تجريم العلاقات خارج الطبيعة، وشو هني العلاقات الخارج الطبيعة؟ فينا نعمل إذا بدك أحاديث للصبح نحلل بس هلا هالكلمتين.